السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب تكونوا دايما بخير. أسعار الدولار والعملات في مصر اليوم 1/7/2023، فضلا منكم وتكرم أتمنى تدعموني وتنوروني وتشرفوني في قناتي باشتراك ولايك. نستعرض أولا سعر الدولار والعملات في البنوك. سعر الدولار في السوق السوداء اللي لا يزال على ارتفاعه الكارثي. سعر الدولار اليوم في البنوك 30.90 جنيه، استقرار في سعر الدولار في البنوك. الريال السعودي 8.24 جنيه، دينار كويتي شراء 100.45 جنيه. بنستعرض أسعار العملات في البنوك. دينار أردني 43.56 جنيه، درهم الإماراتي شراء 8.41 جنيه، ريال قطري شراء 8.49 جنيه، جنيه استرليني شراء 39.02 جنيه، واليورو شراء 33.51 جنيه. أسعار الدولار في السوق السوداء. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء شراء 37.98 جنيه، والبيع وسجل البيع في السوق السوداء 38.91 جنيه. أنا بشكر حضراتكم دايما وجودكم على راسي من فوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.